استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب جلالته بالأمين العام معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة والحفاظ على مكتسباتها وأمن واستقرار شعوبها. وأكد جلالة الملك المعظم دعم مملكة البحرين لكافة المساعي التي تقوم بها جامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف وتوحيد الكلمة بين الأشقاء إزاء مختلف القضايا المصيرية. وخلال اللقاء استعرض جلالته مع الأمين العام للجامعة العربية التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33 والمقرر انعقادها في مملكة البحرين، حيث رحب جلالته باستضافة المملكة لأعمال هذه القمة المرتقبة، سائلا الله عز وجل أن يوفق إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة في هذا الاجتماع المبارك لتحقيق كل ما يخدم قضايا الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها. وأكد جلالته أن ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على كافة التحديات. من جانبه أطلع حضرة صاحب الجلالة على الترتيبات المتعلقة بالقمة والقضايا المدرجة على جداول أعمالها معربا عن عميق شكره وبالغ تقديره وامتنانه لجلالته على دعم مملكة البحرين لجامعة الدول العربية المستمر لتواصل دورها في خدمة القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي، مثمنا المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة جلالته حفظه الله في دعم قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها. كما جرى خلال اللقاء بحث أهم الأحداث التي تشهدها الساحة العربية وأبرز التطورات الإقليمية والعالمية.